نساكم. موضوع بتكلم عنه اللي هو الإعلانات اللي أنا أسويها، بعض الإعلانات اللي أنا أسويها اللي هو منتجات أو براوندات، ما شاء الله تبارك الله تمشي ويكلمني وأسوي الإعلان مرة ثانية، حلو، وبعض الإعلانات ما تمشي عندي، حلو، فالأرزاق بيد الله تعالى، فلا تعتمد على المعلن أنه سبب رزق لك، المعلن كسبب ورزق بيد الله تعالى سبحانه وتعالى، فأنت تعمل بالأسباب. ممكن المتابعين اللي عندي يكونون شبابيين، يعني مثلا نظارات تمشي، عطورات تمشي، ممكن نسبة منهم شيبان، مثلا شاف إعلان عسل يجي يطلب منه على طول، فالمعلن كسبب ورزق بيد الله تعالى سبحانه وتعالى. فحبيت أعطيكم المعلومة هذه، الله يوفقنا وياكم ورزقنا وياكم. والله وبالله وتالله شوفكم محلفتوني اني انا يا حمد اني بعض الاحيان انزل اعلانات قسما بالله العظيم ما اخذت عليها ريال واحد، والله وبالله وتالله ما اخذ عليها ريال واحد، لكن طيب مني وكالشخص يعني كأنه مبتدي مشروعه، فانا يا حمد كدعم له يعني لوجه الله، فبعض الاعلانات والله وبالله وتالله اني ما اخذ عليها ريال واحد قسما بالله العظيم، فالله يرزقنا وياكم. وانا يا حمد اذا اعلنت انا اعلان اللي انا اسويه سبب، فالارزاق بيد الله تعالى، فلا تعتمد على الشخص، الله يرزقنا وياكم ويسعدنا وياكم. حبيت اعطيكم المعلومه هذه.